احنا تحية العريس الغالي محمد الحديدي، الله يحيي كل الحضور، شرفتونا ونورتونا، سنجعلها حرب لا مثيل لها. يا با خل نفسك بعزهم، خل نفسك بعزهم وعينك عليهم، لا تطلب الحاجات الا من الكرام. ويلي ما نكبر ونصير اطفال يم الحب نظل، يا ويلي ما نكبر ونصير رجال يم الحب نظل اطفال، ما نكبر ونصير رجال يم الحب نظل اطفال اطفال. شنو هالسر ما نعرف ليش عشق الارامل شتال، الله حيهم. ما كل الشباب فرحانة كل الشياب، الله يا مو بعرسك يا محمد اغلب الدنيا قالا، يا مو بعرسك يا محمد اغلب الدنيا قالا. ابو علي بضواحي منور، ابو شوارب يا الغال الله حيك، الله حي سلامه منور، قاعده الصبول ابو علي يستاهل التحيه. يا ويلي ما قلت ليش يا يمه، ما قلت ليش يا يمه ان راحوا ما يرجعون، ما قلت لك يا يماي الراحة وما يرجعون، ما يرجعون لولا البجي رجعهم نور بذل العيون، لولا البجي رجعهم نور بذل العيون. جاية ورايح انشرها اشي انا ما عاشرها، يا جاية ورايح انشرها اشي انا ما عاشرها، الله 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 الله. واترك هواها فدناب مني انا لي معشرها، واترك هواها فدناب من هنا لمحشرها العون.
صح المصايب ولا النور خنة بس ما ناشد مناجنة وطخنا العم وين صح المصايب ولا النور خنة بس ما ناشد مناجنة وطخنا العم الله عيهم لما نزعل الدنيا تصف بالسعداد انت جاهل والحاصل ما تبخنا يا يابا ترفع راسك وتعيش بهذا الكون لو ما لازم هالعيشة ويا العفون لا ترفع راسك وتعيش بهذا الكون لو ما لازم هالعيشة ويا العفون الله 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 اي نعم تزرع طيب وما تحصدها يا فشلة الباع صاحب مخزيلة تقول شلون وش عندك سوالف من لحشيها يمن الما تبكي بالبوابة تشيها بس بالصبورة تحل واذاني والشكوى الغير الرب بصف عرشيها افهم شاب احمد تمر منور يا الغالي لون صاير عملة ما تبيع الا بالجملة العب يا يابا قال لون صاير عملة وما تبيع الا بالجملة بس اش ما تكبر تبغى بعيون بقد النملة اشتكوا علي على الحكام احباب الطلعة وظلام سجنوني وانا البريء منتظرك يا العفو العام قالوا لي والفخانك فتح عيونك وذانك عفت واعتاب سكوتي يا فلان اعرف شانك مثل العصفور المذبوح ارجف لمن والفي روح مثل العصفور المذبوح ارجف لمن والفي روح معجون روح بروحه وانا وهو فرد روح
بعد وحلل ذبشة اللي تحبها ارفع رجلك لي فوق وارجع طبها. الله حيها وحد وحلل ذبشة اللي تحبها ارفع رجلك لي فوق وارجع طبها. شوف الدنيا ترى ما تسوى شي وروس ما بيها كيف اقطعها وسبها العوم.